بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن شهادات الايزو اللي بتلاقيها حضرتك مكتوبة على او واخداها شركات البطاريات. يبقى ايه هي شهادات الايزو للبطاريات او انظمة التخزين بصفة عامة؟ هتلاقي معظم الشركات، تمام، هنا كاتب لك والله ده واخد ايزو 9001 سيرتيفايد، يعني ده واخد شهادة ايزو 9001، في واخد شهادة ايزو مثلا 14001، تمام، في نفس الشركة واخدة ايزو 45001. يبقى انت في بعض الشهادات بتاخدها الشركات اللي بتصنع البطاريات، زي البطارية النيو ماكس. بطارية النيو ماكس انا بتعامل مثلا هنا بالداتا شيت الخاصة بالبطارية النيو ماكس اليو بي ان 800 اللي هي 2 فولت، تمام، 2 فولت 800 امبير اور. دي طبعا ديب سايكل جيل باتري خاصه بانظمه الطاقه الشمسيه. لو انت بصيت في الداتا شيت هتلاقي على نفس الداتا شيت مكتوب هنا وان البطاريه دي واخده ايزو 9001 وواخده ايزو 14001 وواخده ايزو 45001. طيب يعني ايه اصلا الشركه دي واخده الشهادات 9001؟ احفظهم، 9001 و14001 و45001. هنا انا بقول لك ببساطه ان شهاده الايزو 9001، ايزو 9001 دي خاصه بالجوده، دي شهاده بتاخدها لما يكون المصنع الخاص بالبطاريات حاصل على شهاده الايزو 9001 في الجوده. ليها اشتراطات عشان تاخد الشهاده دي او تاخد شهاده ايزو 9001، ان شاء الله هنتكلم عن الاشتراطات دي بالتفصيل في الفيديو القادم. طيب ايزو 14001، 14001، ال 14001 دي شهاده ايزو بتديها في ايه؟ في مجال البيئه. يبقى 9001 في مجال الجوده، 14001 في مجال البيئه، طبعا في عندك 45001 اللي هي في مجال السلامه والصحه المهنيه. طبعا الثلاثه دول اللي احنا شفناهم هنا واخداهم الشركه دي، تمام، اللي هو 9001، احفظ معايا 9001، 14001، 45001. يبقى لو سالتك الايزو دي انا باخد ايزو في الجوده، ممكن تبقى شركه واخده ثلاث سيرتيفيكيشنز، تمام، او ممكن تبقى واخده واحده بس حسب بقى ظروف الشهادات اللي هي بتحصل عليها. يبقى 9001 عايزك بس دلوقتي في الفيديو ده تربط ان 9001 دي خاصه بالجوده، 14001 دي خاصه بالبيئه، بعد كده 45001 دي خاصة بالسلامة والصحة المهنية. طيب في دلوقتي طبعا في إدارة الطاقة، تمام، دايما الشهادة دي بتتاخد في إدارة الطاقة، الايزو 50001، ايزو 50001 دي في إدارة الطاقة. الناس اللي شغالة في إدارة الطاقة عارفة السيرتيفيكيت دي، هي بتاخد شهادة ايزو 50001. يبقى أنا الشهادات اللي بحصل عليها في مجال البطاريات زي ما شفنا في شركة نيو ماكس مثلا، هنشوف كذا شركة تانية، تمام، واخده سيرتيفيكيشن من الايزو 9001 سيرتيفايد و14001 سيرتيفايد و45001 سيرتيفايد. يبقى دول ثلاث شهادات حصلت عليهم الشركه. يبقى المفروض ال 9001 دي في مجال الجوده. يبقى احنا لو رحنا شفنا الشركه دي واخده في مجال الجوده يبقى هي 9001. طيب في مجال البيئه، البيئه واخده كام؟ 14001، ده رقم السيرتيفيكيت او رقم الشهاده. طيب في مجال السلامه والصحه المهنيه، السلامه والصحه المهنيه، السلامه والصحه المهنيه رقم السيرتيفيكيشن كام يا شباب؟ 45001. يبقى انا عندي 9001 في الجوده، 14001 في، تمام، البيئة، بعد كده 45001 في السلامة والصحة المهنية، وقلنا طبعا في إدارة الطاقة اللي هو الايزو 50001. أشوفكم في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله خاصة بمجالات الطاقة الشمسية وبمجالات البطاريات بصفة عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.